من أهم عوامل نجاح المنظومة الصحية والمنظومة الطبية هي الثقة اللي تكون بين الطبيب والمريض. اليوم العملية الثانية اللي شفتوها أو شفتوا نهايتها أقصد، هذا طفل كان أجري له سابقا عملية من زميل فاضل. العملية ممتازة جدا اللي أجرت للطفل، ولكن حصل عنده أنه صار عنده ارتفاع في درجات الحرارة. ما احنا عارفين إيش السبب، وبحث في كل مكان ما وجدنا سبب إلا أنه مكان العملية المفترض أن يكون ملتهب، وكنا لازم نفتح عشان نشوف إذا كان فعلا في صديد أو لا. طبعا والد الطفل كان رافض تماما. في اتصال مع والد الطفل، قلت له شوف يا أخي العزيز، هذا الطفل مثل ابني، واللي أراه لابني راح أراه لابنك، وأنا أرى أنك يحتاج العملية. قال لي دكتور الطفل بين يدك، خليني أوريكم الصورة. لما فتحت الدماغ، شوفوا صورة الدماغ كيف كان وضعه. شفت الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ الآن عينك أنت وهي عينك تستقبح الصورة. كيف يكون أثر هذا الصديد؟ شفت كيف أنه بعض أهالي المرضى للأسف يجنوا على مرضاهم؟ يعني تجدوا لا 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 خليه يرد راسه. طيب لو مات هذا الطفل، مين برقبة مين ذنبه؟ برقبة الإنسان اللي ما يعني حكم عقله. ولكن الحمد لله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن بالعلاج العادي، لا يمكن انه يعني يتعالج الا اذا اراد الله سبحانه وتعالى. ولكن شفتوا كيف بالجراحه، فالحمد لله، الفضل لله سبحانه وتعالى والمنه لله، والحمد لله اللي جعلنا سبب في علاج مثل هذه الحاله. مساكم سعيد. سبحان الله، ليله البارح مرت علي ليله صعبه جدا، كنت يعني حقيقه اشعر بضغط نفسي شديد. طبعا بالإضافة لصعوبة العملية، أنا قد خبرتكم العملية حقت الشاب الصباح اليوم اللي هو الطفل، والله مو شاب وعمره 13 سنة. بالإضافة لصعوبتها، الولد هذا جاي من المدينة، الطفل هذا جاي من المدينة المنورة، والده كان يبغاه يسوي العملية في مايو كلينيك، كان بياخذه يوديه أمريكا في مايو كلينيك، في أفضل مستشفيات العالم، وهو عنده قبول أصلا في مدينة الملك فهد الطبية، واحدة من أفضل المستشفيات في الشرق الأوسط، وكان عنده دخول للعملية. والدته هي اللي أصرت أنه يسوي العملية عند هاني الجهني. فتخيل، والدته كان عندهم قبول في مستشفى حكومي من أفضل المستشفيات في الشرق الأوسط، وكانت ممكن تسوي العملية ببلاش. تكلفت المبلغ الكبير هذا كله ثقة فيها يعني بعد الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء كان خلي علي ضغط كبير. الولد عجيب سبحان الله، تخيلوا 13 سنة، تخاف حتى تعطي له إبرة يمكن يصير يبكي منه. بغض النظر طبعا عن حيثيات العملية زي ما خبرتكم وصعوبتها، طفل عمره 13 سنة تسوي له إزالة ورم وهو صاحي، ترى شيء يعني يعتبر يعني ما شاء الله عليه، لا قوة إلا بالله ما شاء الله. يعني بس راح أوريكم مقطع من العملية حتى تشوفوا ما شاء الله. طبعا الولد هذا كان عنده نوبات تشنج، والحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله عز وجل يتم عليه الصحة والعافية. شوفوا مقطع من العملية كيف أنا شغال وهو يتكلم. كيف حالك؟ حسين؟ قول الحمد لله. الحمد لله. ارفع ايدك اليمين. ارفع رجلك اليمين. بس بس ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم سعيد. سبحان الله، اليوم يوم كان جميل عجيب، يعني وجدت فيه بعض الأشياء الجميلة. في مرأة ابنها يسكن قريب مني، هي تتابعني الآن لعلها تسمع، وهي تسمع أنا أتكلم الآن، نزلت السنابات راح تسمعها. ما شاء الله تبارك الله، جريت لها عملية قبل 3 أشهر، كان عندها ورم دماغي حميد الحمد لله، ولكن كان في منطقة الحركة، وقبل العملية حصل عندها ضعف شديد، وكان عندها نوبات تشنج، وبعد العملية أو صرع، وبعد العملية يعني فقدت الحركة بشكل جدا كبير في جزءها الأيسر. كان الورم في الجهة اليمين في الدماغ، وجزءها الأيسر شبه شلل عندها، والحمد لله أزلت الورم بالكامل، وقلت لها بإذن الله راح تتحركي. العجيب أنه الآن لها 3 أشهر من العملية، سبحان الله جاتنا اليوم تمشي، والله أني استغربت سبحان الله، وكانت سعيدة جدا وتدعي لي وتقول لي جزاك الله خير. فسبحان الله كنت جدا سعيد، يعني كأني أنا اللي مشيت. هذا يعني سبحان الله من الأخبار الجميلة والحلوة اللي شفتها اليوم. وابنها سبحان الله دائما لما راح أصلي أشوفه يعني يكلمني.
احيانا لما كنت اتكلم واقول انه هذه العمليات ما كانت تجرى او عمليات صعبه او كذا، بعض الناس يقولوا هذه عمليات عاديه وتجرى في كل مكان. العمليه اللي اجريتها البارح انا قلت طبعا عمليه معقده وصعبه وكذا بالنسبه لي انا، ولكن هي حقيقه عمليه يعني ما كانت تجرى سابقا في القصيم، وصعب انها تجرى اصلا في المناطق البعيده عن العواصم، وحتى في العواصم صعب انها تجرى بالحيثيات اللي هي فيها. طبعا انا لما اتكلم الكلام هذا قد يكون في مدح للنفس وكذا، لكن اقرأوا التعليق القادم. هذا الجراح سعودي استشاري كبير موجود في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وهو أيضا يعني خريج من جامعة هارفارد، أفضل جامعة في العالم. اقرأوا تعليقه على العملية اللي حصلت البارح للطفل هذا، الحمد لله على سلامته ما شاء الله، قام بالسلامة وأشعته مثل ما شفتوها. اقرأوا تعليقه على هذه العملية وعن ما سبق من العمليات الحمد لله النوعية اللي بدأت تجرى في القصيم، ما كانت تجرى سابقا.